في وقت سابق من هذا الشهر الجاري، ألغى بدر هاري نزاله ضد جيمس ماكسويني في باريس في اللحظة الأخيرة، وذلك بسبب زلزال المغرب الذي أودى بحياة العديد من الضحايا. لم يجد الأسطورة أنه من المناسب القتال من أجل الترفيه، بينما كان أبناء وطنه يبحثون عن ناجين تحت الأنقاض. وسلط مايك بسنير، مدرب المغربي وأحد المقربين منه منذ فترة طويلة، الضوء على أحداث ذلك السبت المشؤوم في باريس. خلف كواليس قرار بدر هاري كانت هناك الكثير من العواطف والنقاشات. اجتمع أعضاء الفريق لتقييم إيجابيات وسلبيات المضي قدماً في المباراة. لقد كان قرار صعب، من الرغبة في احترام الالتزام بالقتال من ناحية، والألم من تأثير الزلزال على وطن بدر المغرب من ناحية أخرى. لم تكن عملية اتخاذ القرار سهلة، وقال مايك: كنا مستعدين للقتال، وكنت أود أن أرى بدر وهو يقاتل، ومع ذلك فإن اختياره مفهوم. بسبب ذلك الزلزال ليس من المناسب القتال من أجل الترفيه بينما يقاتل الناس من أجل حياتهم أو حياة أسرهم. وأضاف مايك: لقد فعلنا الشيء الصحيح، ولقد فعلنا ذلك بالتشاور مع جيمس ماكسويني. ورغم إلغاء النزال لم يضيع بدر هاري أي وقت في العودة إلى التدريبات. لقد فهم أن التزامه بمهنته ومباراته القادمة كان ضرورياً ليس فقط لمسيرته المهنية، ولكن أيضاً للمشجعين والمقاتلين الذين يتطلعون إليه. وأكد مايك باسنير على التأثير الإيجابي لوجود بدر هاري المستمر في عالم الكيك بوكسينج، وأشار باسنير إلى أن هذا أمر جيد أيضاً بالنسبة إلى المقاتلين الآخرين الذين يقاتلون ضده والذين ما زالوا مجهولين، ولكن لأن بدر يقاتل هناك فإن الضوء سيسطع عليهم أيضاً. وسيعود بدر هاري إلى الحلبة يوم 7 أكتوبر في بلغاريا ضد الإستوني أوكو يورجندال. أعطنا رأيك بالتعليقات ولا تنسى الاشتراك. شكراً على المتابعة.